تذكرون ايش قد نطينا شهداء ودماء زكيه حتى نحرر صلاح الدين من الدواعش؟ تالي متالي ترجع تصفى بيد حرام الهوش يسير ويلعب بيها بكيفه. هسه اذا مو الخاطر الضحايا كان احترمتوا مشاعر ذويهم. احنا ما نطين دم، احنا ايش نطين؟ هوا لو قهوه نسكافيه، هم دم. وهذا كل اللي صار هو واجب وطني. انا اكثر واحد بالعراق منطي الشهداء. والله يا ابو مازن هسه سمعت منك. بس انت الغلط منك، غير توثق هاي البطولات ولا احنا شو مدرينا انت تسهر بالكاوليه؟ غير لانه موثقها صوره وصوت دهك. شفت التوثيق شلون مهم؟ عيدوا لي تصريحه حتى الناس تدري. احنا ما نطين دم، احنا شو نطين؟ هوا. انا اكثر واحد بالعراق منطي الشهداء. لذلك انا انصحك ترتب ويا اي كاتب سيناريو وتسولف له عن العمليات العسكريه اللي سويتها، ايش حررت مناطق؟ وايش قد قتلت ارهابيين؟ وايش كم واحد اثرت من دخلت لنا داعش؟ كنا نجلس معهم في المعركه في بيجي قبل تحرير بيجي، وهم يتذكرون في اطراف مدينه بيجي. لم ياتي ابو مازن ولا يوم. ابو مازن كان يزرع شعر. ترك العراق كله على بعضه. ابتداء اول ما صارت المشاكل طلع راح يزرع شعر فعليا داعشي. يعني راح برا ورجع مزارع شعره. هذا وروحوا طلعوا شعره بال2000 عندكم بالفيديوهات بال2014 قبل داعش وطلعوا شعره بعد 2014. ايه هو صحيح راح لتركيا زرع شعره، بس ايش وقت؟ من صوب بوحده من معارك تحرير مطيبيجه حتى يتعالج، وبعد ما خلص علاجه قال انا جاي تركيا، خلي فرد مره ازرع شعر حتى ما ظل يوميا رايح راد تركيا، ومحافظتي تحتاج وجودي بهاي المرحله الحرجه.